الخير واهلا وسهلا فيكم. حلقه جديده عقنات هلا على مدار الشهر الفضيل والكريم رمضان. تابعتونا واليوم من وين؟ من عرابي. خليكم معنا مشاهدينا متابعين من عرابي، وطبعا تحضيرات للعيد السعيد قريبا، لعد التنازل ابتدى. خلينا نتعرف مين معنا من عرابي. معك رعد خوري من عرابي. اهلا وسهلا برعد. رعد ما كانش فيه لا رعد ولا برق بالعيد صح؟ يعني بهالشهر ما كانش ابدا. ان شاء الله على طول ويكون العيد سعيد. يعني تحضيراتك للعيد، في فكره مثلا انه تطلع بريت البلد؟ الصراحه انا شخصيا لا، متواجد بالبلد اللي حواليك لاني بحب اجواء البلد صراحه. اجواء العيد عندنا برمضان كثير كثير بتجنن. حلو بالبلد بعرابي والمنطقه طبعا. عرابي والمنطقه وحوالينا. حلو. اللي حواليك مفكرين يسافروا؟ اذا الكل بده يسافر لبرا ما عاد بده يضل بالبلد. يعني عندنا مجبور حدا يضل بالبلد عشان نحس باجواء العيد. اكيد اكيد ان شاء الله عيد سعيد. احنا تعودنا طبعا من بدايه رمضان عقنات هلا برنامجنا الرمضاني الميداني نسال سؤال اللي هو متعلق طبعا برقم بدك تختاره من 1 لـ7 وانا بساعدك. ستي. رقم 6. تنشوف شو طلع له برقم 6. رقم 6 بيقول طحان ما بغبر على نساعده. يعني الطحان دائما اوعي شو بتكون؟ طحين مغبره. طحين. فالطحان هي على راس لساني انا بدي اساعدك. الطحان ما بغبر على حدا بيشتغل كمان بالاشياء اللي طحان ما بغبر على خباز. لا ما هو الطحان والخباز واحد، هذول بفرع الخبز يعني. الطحان على راس لساني. اسمع، الطحان ما بغبر على حدا بيشتغل بالصيف بالذات بيساوي السطوح كلياتها بنفس اللون. عدهان. عدهان مش دهان. كانوا زمان شو يدهنوا السطح؟ مش دهان. شيد ابيض. شيد ابيض. فاللي بيشتغل بالشيد الابيض شو بسموه؟ الكلس يعني. من كلس. نحن نقوله قصار. مش قصار، من كلس. كلاس. كلاس. طحان ما بغبر على كلاس. شو رايك بالمثل؟ بس بقول لك شغله ليش قالوا المثل؟ لانه الطحان ما بغبر على كلاس، يعني كثير ناس بيكونوا بنفس الشيء، واحد بيجي بيخرب على الثاني فبقولوا له طحان ما بغبر على كلاس. كلاس مزبوط 100%. مزبوط 100%. نتمنى لك عيد سعيد. كل عام كل عام انتم بألف خير وان شاء الله رمضان كريم علينا وعلى الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. كل عام انت بخير. مشاهدينا احنا موجودين بعرابي، الاجواء حلوه بعد الافطار، الشوارع عم تنتلي شوي شوي، طبعا المراكز التجاريه كمان عم تنتلي شوي شوي، واحنا عم نزقط الناس. تعرف عليك. احمد حمدون ابو ميرون. ابو ميرون. احمد حمدون اهلا وسهلا فيك. من عرابي؟ لا من لوتم. من لوتم. لوتم هي حد عرابي، ولكن يعني عرابي صارت عجبال. عجبال. على العلالي. عرابي هي العاصمه تاعتنا من ناحيه المشتريات والماكولات. يعني الكل بيجي على عرابي خاصه بعد الافطار. مركز كبير. قبل الافطار بنحضر، بعد الافطار بنيجي نتدلل. كيف لقيت هيك اجواء رمضان؟ يعني لسه صرنا تقريبا عم نحضر للعيد. السنه عن جد كل سنه تتطور وتتظبط ومحلات جديده تفتح والناس بخير وفيش مشاكل. أهم شيء العنف في السنة، يعني بتحس إنه في يعني كأنه نسينا، وإن شاء الله إن شاء الله يضل منخفض وينخفض وننساه كمان. بالضبط. على كل حال طبعا إحنا برمضان بدنا نسألك كمان، يعني على العيد أغلب الناس بتفكر إنه تطلع من البلد. أنت شو رأيك؟ بس بالبيت خليني إني يطلعوا آخر يوم العيد، بس روح أنا بطلع. شوفوا كيف يعني عم نسأل كتير ناس خلال هالفترة. بالضبط. يعني خلال هالفترة الأغلب كان يقول لك بالأول منسافر، هاي السنة بعد سنتين كورونا يعني تخيلوا، بقول لك لا بدنا نضل بالبيت. بالضبط. وبعد العيد في عنا وقت بنروح نسافر. حلو. على كل حال من بداية رمضان كل واحد نعمل معه لقاء أو واحدة بيختاروا رقم من 1 لـ7 بنهاية اللقاء. 6. رقم 6. يعني اليوم عن جد بعراب الكل بيختار رقم 6. مع تحياتنا لكل الستات. هالمرة بيقول لك بطلنا الغنى وفختنا شو؟ بطلنا الغنى وفختنا الفقر. فختنا شغلة بدق عليها آلة موسيقية إيقاعية. دربكي. كتير بتنفع. طلع في ناس بيقولوا بطلنا الغنى وفختنا الطبلة، في ناس بيقولوا بطلنا الغنى وفختنا الداف. انت على اي آلة من هدول بالامثال مش بس بتدق على آلة موسيقية شيء؟ دربكي على الخفيف. دربكي على الخفيف. شبابي هيك مع المعدة. على كل حال سجلوا عند كل مثل، سجلوا عند كل مثل، بطلنا الغنى وفختنا الداف او الطبلة. ونتعرف على الصبية الصغيرة. انت شو اسمك؟ شو اسمك؟ ايش اسمك؟ تاكل صوت عالي. صوت عالي. ايش اسمك؟ استحت. وانت ايش اسمك؟ الانيا اسمها. وانت؟ ميرون. ميرون. الانيا وميرون، شو بدك تقول هيك؟ يعني قربنا على العيد كمان شوي، شو بدك تقول للمشاهدين على قناه هلا؟ اشتروا اواعي للعيد. فكرت يعمل اعلان تجاري. ما تقولش من وين، اشتروا اواعي للعيد وتخلوش لاخر يوم، شو كمان؟ وتخلوش لاخر يوم واعطوا مصاري للاولاد الصغار. اعطوا مصاري لاولاد صغار، هي تسميعه باللي جنبه. كل عام انتم بخير. انتم بألف خير. شكرا كثير لكم. قولي كل عام انتم بخير. كل عام انتم بخير. قولي
متابعين مشاهدينا من عرابة وأكيد بشوارع عرابة بعد الإفطار أغلب الناس تنزل أو على الشارع لتتزود بالحجيات وأكيد أهم شغلة صلاة التراويح. نتعرف عليكم. فضل دراوشي من عرابة. أهلا وسهلا فيك. موثق دراوشي أبو عمار ابن عمو لفضل. أهلا وسهلا. هاي آل دراوشي كمان هون مش بس بكسال. طبعا فيه. كمان بعرابة في دراوشي. بعت لهم تحيات لأهل كسال كمان. يعني رمضان شرف على الانتهاء يعني شوي طبعاً. شوي عد تنازل إلى العيد. طبعا. صلاة التراويح قديش بتعطينا خلال هالشهر من روحانيات وأشياء حلوة لرمضان بالذات؟ صلاة التراويح هي اللي بتزين شهر رمضان طبعا. صلاة اللي تعتبر صلاة وإيمان ورياضة من كل النواحي طبعا من ممتازة يعني. أكيد لمة العيلة يعني وزيارة الولاية كل هاي الشغلات. في بعد عليكم زيارات؟ لا بعد. قديش تقريبا العدد؟ زيارات العيد زيارات رمضان زرنا وخلصنا. هاي زيارات العيد في بتحضر الميزانية لزيارات العيد ولا؟ تقريبا قديش ولا بلاش نعرف؟ الله اللي الله ببعثه على كل حال يزور الأرحام يصل الأرحام يزور مهم جدا يزور قرايبه يزور حبايبه هاي مهم جدا مش بس برمضان عمي مش بس برمضان كل الوقت يعني ننصح إنه كل الوقت الواحد لازم يظل على صلة مع صلة الأرحام ورمضان بيجي ممكن عشان يعودنا على هاي الشغلة ونتعود إحنا نضل كل السنة يقرب التراحم أما الرحمة وصل صال الرحم مطلوب كل الوقت أكيد. على كل حال إحنا تعودنا برمضان من بداية مشوارنا مع عقناة هلا طبعا اسم البرنامج عقناة هلا الفضائية وبانيتي جروب بنهاية كل لقاء بنسأل سؤال تختاروا لنا التنين بتكون تختاروا رقم واحد من واحد لسبعة أي رقم هيك التنين بتختاروه خمسة بتوافق سبعة سبعة وخمسة 12 على 2 كل واحد ستة بناخذ رقم ستة رقم ستة شو بقول رقم ستة ورقم ستة هوين كثير خبز وماء يعني قالوا بالمثل وما كذبوا خبز وماء أكل دواء مش دواء أكل ناس دائما حاملين الكتب بفتشوا بالعلم فخبز وماء أكل ال أهل العلم. من العلم أهل العلم واحدة هن العلماء علماء يعني ساعدتهم شوي أنا بس هن عرفوها خبز وماء أكل العلماء ليش يا ترى قالوا المثل هذا؟ لأنه هذا أقل شيء يعني أضعف الإيمان هذا يعني الأكل أضعف الإيمان يعني خبز وماء ممكن صحي يكون لو صحي برضو هو صحي على كل حال نتمنى لكم الصحة والعافية رمضان كريم إذا في كلمة هيك للمشاهدين نعايد عليهم سلف شكرا لقناة جميع المسلمين والمؤمنين بالبلاد وغير هاي البلاد بكل بقاع الأرض على كل مسلم ومؤمن كل اللي بيشاهدونا الله وعايد وكل عام وانتم بخير وانت بألف خير شكرا لقناة هلا اللي بتتيح الفرصة للجمهور اللي زي حكيتنا نشكركم كثير كثير بالضبط وصلاة مقبول ان شاء الله ورمضان كريم كل عام وانتم بخير جميعا كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير يا عمي شكرا مشاهدينا من عرابي بعدنا متابعين مشوارنا وطبعا على قناة هلا برنامجنا الرمضاني الميداني وبعرف انا انه من بداية الشهر تابعتونا كل يوم في بلد كل يوم في قرية عربية مدينة عربية اليوم في عرابي نتعرف على شباب عرابي كمان وصبايا عرابي معك رشاد دراوشي وكل عام وانتم بخير واهلا وسهلا فيكم ببلدكم وانت بخير شكرا لك طبعا مش بحاجه لدعاي معروف محله ومعروف بالمنطقه واكيد يعني انت بتشجع كمان الرياضه برمضان لا احنا خلقنا بعيله رياضيه برضو احنا من العيله مع انه محل سبورت وبنلعب فوتبول ومدربين وكل شيء بالرياضه اكيد يعني الاسماء بتسبق اصحابها مرات على كل حال قديش الرياضه بتفيد خاصه بعد الافطار يعني كثير ناس بتمشي والرياضه مشي طبعا كمان صح. أنا هذا الشيء بشجع فيه كثير طبعاً ومهم جداً بعدي الإفطار لو الواحد بيكزر شوي أو شوية رياضة يعني تعشى وتمشى لو خطوتين قال المثل ما كذب 100% هذا هو وتغدى وتمدى لو دقيقتين يعني كمان ما كذب على كل حال يعني رمضان شرف على الانتهاء والعيد على الأبواب في هيك فكرة يعني تسافر محل؟ إحنا دائماً عندنا بالعيلة دفكة يعني ضد هذا الاشي انه نحب نكون مع بعض بس باخر فترة عم بتشوف انه البلد فاضي بالعيد يا عمي بالضبط انه الكل بقول لك مش مسافرين بعدين نفقد البلد فاضي فاضي والله وين راحوا بعرفش انا صرنا زينا زي الباقي صرنا عم نحجز حتى من اليوم عم حجزنا ولو لفخوت يوم يومين نطلع نغير على القليلة يومين هذا. يعني ترجعوا لنا بالسلامة وان شاء الله العيد على فكرة العيد وين ما انت بتكون مبسوط هذا هو عيد وصحتك بخير كمان عيد على كل حال بدنا تختار لنا رقم من واحد لستة ومنساعدك احنا طبعا من واحد لسبعة سبعة كريستيانو رونالدو سبعة كريستيانو رونالدو رايح جاي مثل في جنة والله هسه بدي اقول لك انا طلع الحركة رايح جاي مثل مكوك مش الفضاء
لانه الفضاء كمان اليوم صار مكوك فضائي، بيطلعوا بينزلوا بيروحوا بيقع. زمان زمان كان في واحد يشتغل شغله صنعه يستعمل مكوك، والمكوك بصير رايح جاي رايح جاي عشان يطلع الاشياء اللي بيشتغلها هذا الزلمه، فرايح جاي مثل مكوك سمي لنا صنع معروفه زمان خياطه يعني. اها يعني صار ماسك طرف الخيط من مكوك تبع الخياطه، المكوك اللي بيشتغل بالخياطه. لا لا طلع رد عليه، اللي بيشتغل بالخياطه خياط طبعا. الخياط يعني الحايك. الحايك يعني ايوه مكوك حايك. ما هو طبعا بالضبط معروف، فرايح جاي مثل مكوك حايك. الحايك ساعدنا ولا ما ساعدنا؟ انا عارفه بس هو عارفه شوي. بس شوي شوي خربط بس احنا مشيناه وصلنا للحايك. انا سامعه والله. لا سامعه على كل حال يعني يعطيك العافيه وكل عام وانت بخير. اذا في كلمه على قناه هلا تقولها للمشاهدين. ان شاء الله كل عام وانتم بخير والكل والجميع بيكونوا بالف خير، ورمضان كريم على الكل، وان شاء الله بينعاد علينا بالصحه والعافيه وبسلام ان شاء الله يا رب بسلام. وهالعنف هذا يروح من كل مدننا وقرانا العربيه، ما نعودش نذكره لا بالصيف ولا بالشتاء ولا باي فصل. شكرا لك. تسلم. الله يسعدكم. بعرابي مشاهدينا طبعا محلات بتجنن، والعيد قرب والناس شو بتطلب بالعيد غير الماكولات الشهيه وغير الماكولات الدسمه؟ بتطلب كمان ملابس حلوه اذا كان للشباب والصبايا كبار وصغار، واكيد اليوم الدارج سبورت يعني سبورت إليجنت بسموه. خلينا نتعرف ونسال كمان اسئله. نتعرف عليك. رشا دروشي. رشا دروشي. رشا دروشي من عرابي. اه رشا، يعني انت موجوده بهذا المحل وكل فتره كل فتره خاصه بالمواسم بصير في عجقه طبعا على العيد. واقول لك شغله على العيد انه يعني الناس بتستنى ممكن لاخر لحظه. كل الناس بتستنى لاخر قول يومين ثلاث، بكون كثير حركه للعيد، عجقه يعني عجقه. النمر الكبار بتكون كلياتها رايحه، فهيك انه الناس انه احسن تبلشوا عبكر تشتروا منه، بتلاقوا القصات اللي بدكم اياها، النمر كلياتها بتكون موجوده منه، بتضغطوش صاحب المحل بالضبط او صاحبه المحل او صاحبه المحل وهيك حتى الشروط الخدمه بتكون احسن مننا، مش مضغوطين وبتاخذش حقك الكامل، لا بالعكس بيكون الخدمه مننا احسن، وانت بتاخذ الشيء اللي بدك اياه وبتطلع مبسوط. اكيد اكيد الكل بده يطلع مبسوط خاصه بالعيد. الاسعار كانوا يقولوا انه في موجه غلا غير شكل هاي السنه، بتحكي عليها شوي؟ مزبوط في غلا، بس بشكل عام احنا برضو عندنا بالمحل اللي الاسعار كثير بالمعقول يعني اللي حسب تنزيلات حملات على العيد كل هاي الشغلات. دائما تنزيلات عندنا موجوده كثير يعني حسب كل واحد كيف وضعه المادي، المهم انه الكل بيلاقي يعني. اكيد احنا طبعا مش عم نعمل اعلان مبوب، بس بعد هاي الطريقه اعطينا نصيحه للناس هون بعرابي والمنطقه انه يعني تخلوش لاخر لحظه وعجقه العيد. انا بعرف حتى الحلاقين بشكوا منها، بيكون في واحد دوره على 5 الصبح مثلا يوم العيد، فخليكم يعني ترتيب شوي بننظم وقتنا وهيك منعيش جو العيد احنا بدون ضغط ولا اشي. على كل حال تعودنا ببرنامجنا على قناة هلا بدك تختاري رقم من 1 لـ7 واحنا منساعدك. 5. رقم 5 بيقول 5 بعين الحساد، المثل المعروف، ما حدا يعني يحسد حدا لا على العيد ولا قبل العيد. رقم 5 بيقول الفلاس ان شاء الله ما حدا يكون عنده فلاس، يعني اليوم الكل براكد ممكن في تشتغل يمكن 3 شغلات كمان وتعمل رياضة وكل هاي الشغلات. كثير شغل تعليم بالضبط، يعني بيكون واحد يشتغل وكذا بطل فيه فلاس زي قبل، بس زمان كانوا يحصدوا هالحصيده ويقعدوا يستنوا تشتت الدنيا، يعني كان في فترات مش زي اليوم كان عندهم فلاس يقعد يقول لك الزلمه مفلس المره مفلس مش عارف شو تعمل. اليوم احنا الفلاس بطل، يعني بنصير نقول يا ريت هيك ساعه فلاس نقعد شوي مع حالنا مره. بالضبط من راكد وهذا إشي حلو طاقه ايجابيه بعطينا، بس المثل ما كذب بيقول الفلاس بعلم، بالذات عند الستات زمان كانوا يقولوا هذا المثل، الفلاس بعلم شغلة أنت يمكن ما بتعرفيها بس أهلك والدتك ممكن ستك كانوا يشتغلوها بألوان على الفساتين على بلوزة مسكتها طرف الخيط للتطريز، فالفلاس بعلم تدريز لا مش التدريز التطريز الفلاس بعلم على فكرة الفلاس بعلم التطريز مع أنه تطريز صعب. طبعا يعني اليوم باخذوا كورسات الستات. احنا بتحييك كمان لليوم. حلو يعني قبل شوي كان معنا مثل رايح جاي مثل مكوك الحايك. ايوه هاي بتعرفها لانه فاليوم انه الفلاس بعلم التطريز، يمكن هذا المثل اليوم مش موجود. انا صراحه بسمعوش
بالضبط. يعني اقول لك ليش يمكن انقرض، لانه الناس بطل عندها فلاس اصلا، بطلت برضه تستعمل كثير الامثال الشعبيه. بالضبط. احنا لا بهيك على قناه هلا عم نرجع الامثال الشعبيه، لانه بكل مثل في حكمه وفي نصيحه وفي خبره من اهالينا طبعا واجدادنا. بدنا نتمنى لك عيد سعيد. شكرا. ونتمنى انه يكون عن جد يعني موسم كمان لكل اللي عندهم محلات تجاريه، كمان يكون موسم تجاري ناجح، لانه احنا بنستنى المواسم عندنا هون من موسم لموسم. وبنفس الوقت انه نرحم كمان شوي بالاسعار، نعمل تنزيلات طبعاً. شوي طبعا دائما في تنزيلات. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير ورمضان كريم. الله اكرم. مشاهدينا اجواء العيد انا صارت عندي بالذات بالخلفيه زي ما شايفين، هاي كل البالونات وعيدنا وضويناهن. وبرمضان كمان نتعرف عليك. يوسف مناصره. يوسف، يعني بدي اقول لك شغلي، برمضان انت عم تعطي بهجه لكثير اولاد بالذات على الشارع. قديش الاهالي مستعدين يعملوا حركه سير وازمه سير ويوقفوا وياخذوا بالون لاولادهم؟ والله طلع هن يعني الشغله شغله انهم يعني بدهن يفرحوا اولادهم، والشغله فرحه عيد والعالم بدها تعيد، والعالم مش يعني كيف بدي احكي لك اياها، معنيين يعيدوا ويفرحوا. بالضبط. واهل عرابه اهلنا وربعنا وحبايبنا. حلو كتير، الله يخليكم دائما مبسوطين. بقول لك شغله، يعني قديش فرحه الاطفال بتعطيك هيك طاقه ايجابيه لتتابع شغلك انت؟ والله اطلع، احنا اول شيء يعني جايين نجيب رزقه اولادنا، بس لما تشوف ولد صغير بفرح في شغلي هاي بتعكس عليك، يعني انه انت يعني دخلت الفرحه على قلبه، عرفت كيف؟ فهي الشغله يعني يعني بتزيدنا يعني فرح، انه احنا بنشتغل وبنفرح الاولاد. اكيد يعني على كل حال يعني العيد كمان فرحه الاولاد بالعيد بتزيد اكثر. اكيد. والبالونات يعني قديش قديش الاهل بحبوا انه هالولد يكون حامل البالون وفرحان كمان بالعيد. طلع هو الوالد او الوالده لما يشوف يعني لعبه بايد الولد وهو فرحان فيها، هي الفرحه له اكثر من الولد. بالضبط. اكثر من الولد نفسه. على كل حال يعني بدنا احنا ببرنامجنا على قناه هلا من بدايه رمضان لسا دائما بنسال اللي بيكون معنا او اللي بتكون معنا تختار رقم من 1 لـ 7، شو بتختار؟ رقم حظ. خلينا نقول 7 لانه شهر 7 تاريخ ميلادي. هذا رقم 7 كمان رقم حلو كتير، واللي تاريخ ميلاده بشهر 7 يعني كمان بيكون محظوظ لانه شهر حلو. فبيقول اكلك ما اجاني، اكلك ما اجاني ولكن دخانك شو على وزن اجاني. أكلك ما أجاني، يعني أنت ما جبت لي أكل ولكن قعدت ودخنت سيجارتك فصار شغلي. أكلك ما أجاني ودخانك. والله ما لما دخن سيجارته دخان وين بده يجي؟ أجاني علي. لا لما بيجي علي دخان صح؟ شو بصير؟ عماني. ها بالضبط، يعني بالضبط يعني الكلمة صحيحة. عماني. يعطيك العافية، كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة. وقناة هلا كل احترام إلها ولطقمها الأديب والمحترم. الله يسعدك. وكل احترام لكم. الله يعطيك. شكرا. كل عام وانت بخير وتضلك تعطي بسمة وفرحة للأطفال والكبار كمان. الله يقدرنا يا رب. الله يسعدك حبيبي، وفرصة سعيدة ان تشرفنا فيك. اهلا وسهلا، شرف لنا. شكرا لك. مشاهدينا متابعين من اجواء رمضانية غير شكل، بنهاية رمضان تقريبا صرنا عم نستعد للعيد. وين احنا موجودين؟ في عرابة، ولكن الناس اللي معنا اليوم وضيوفنا مش من عرابة. من دبوري. تعرف عليك. محمد أطرش من دبوري. اهلا وسهلا محمد. يعني والأطفال شو اسمك؟ يوسف. يوسف. أديل. أديل. وأربيل. أربيل. وأربيل. أسماء بتجنن، الله يخلي لك ياهن. يعني من دبوري أنتوا جايين على عرابة؟ أي نعم. بعد أي نعم. الإفطار؟ لا جيتوا على الإفطار. على الإفطار إن شاء الله. على الإفطار. على كل حال يعني الأجواء كيف شايفها بعرابة؟ حركة سير بتجنن كثير كثير كثير، وحركة سير وأجواء رمضان بتجنن برضه هون وبدبوري وبكل محل. كل محل يعني احنا سبق وكنا بدبوري كمان، أجواء بتجنن. اليوم بعرابة عم نورجيه كل الأجواء الحلوة بعرابة، ومثل ما تعودنا يعني نسأل سؤال اللي هو صار يعني سؤال معروف زي كأنه عم نسأله يوميا، تحضيرات العيد. يعني احنا صرنا ناطين أكثر من 2 الشهر وعم نستنى إسا بالعيد. أكيد. بالعشرة الأواخر. أكيد. شو برايك يعني أفكار للعيد ممكن تعطيها للمشاهدين؟ ننزل على بحر الميت. ها هاي فكرة، يعني ببلادنا ما نسافر لبرا، ما نسافر بريت البلاد، بس نظن بالبلاد. بلادنا في كثير بلاد محلات بتجنن. بلادنا بتجنن، اللي بيدور بيلاقي. يعني هون عمل دعاية للبحر الميت، في كثير ناس بتقول لك لا طبرية. طبرية مش مليحة السنة. سكر على طبرية. لا لا عن جد طبرية السنة ملاني، صرت ملاني كثير عرب ومشات ومشاكل. يبعدوا. هاي الشغلة بدنا، هاي الشغلة بدنا نركز عليها، انه ان شاء الله ما يصير عنف. ان شاء الله ما يصير عنف، الا يصير عنف بس ان شاء الله ما يصير. لا ان شاء الله لا، ان شاء الله لا، بدناش احنا يصير. على كل حال تروحوا وترجعوا بالسلامة اذا على البحر الميت او اي مكان. ببرنامجنا من بداية رمضان سؤال من 1 لـ 7، بدك تختار لنا رقم. 5. موافقة؟ 5 لأنه زوجته بالسيارة وكمان راح تساعد. يعني رقم 5 بيقول حلو، حلو كتير.
يعني عم بتطلعوا زيادة زيادة قدم يا جماعة، زيادة قدم. زمان بشو كانوا يقيسوا؟ قدم بالقدم بالضبط بالإجر يقيسوا ايه. هاي الأرض 30 قدم أكيد. زيادة قدم ولا نوقع فيه، زيادة قدم ولا نوقع فيه، زيادة قدم ولا نوقع في ال... في الجورة؟ لا مش في الجورة، على وزن قدم ايه. زيادة قدم ولا نوقع في ال... شو شباب صبايا؟ والله شو قديم شو؟ على وزن، على وزن قدم زيح منها الحرف القاف، حط لي نون من ندم. زيادة ندم. ساعدتكم لما ساعدتكم، والله ساعدت، بحب أساعد. ف... كانوا بالشبر كمان والفتر وكل هاي الشغلات، بس أكتر إشي القدم كانت مستعملة، ولليوم بقول لك بأمريكا بيقولوا فيت يعني بالقدم. فزيادة قدم ولا نوقع في ال... بالندم. بالندم إن شاء الله ما حدا يتندم على شغلة عملها، وبنتمنى لك عيد سعيد. كلمة هيك عبر قناة هلا، أحلى قناة، قناة هلا، وبكل محل منشوفها، وبدبوري وبكل محل، ودائما إحنا متابعينه. الله يساعدك. مش يساعدك، الله يساعدك إذا متابعني. كثير كثير برامجه بتجنن. الله يساعدك. الله كل عام بخير لإله ولإنا ولكل الأمة الإسلامية والمسيحية والدروز، وإن شاء الله بس من ظننا على خير وهدات بال ومن دون مشاكل هذا العيد، وإن شاء الله منمشيه، وأهم شيء أهم شيء الناس تنبسط إن شاء الله. يعني شهر أعياد مثل ما حكينا، أعياد الفصحية، رمضان، عيد الفطر جاي علينا، زيارة النبي شعيب، يعني إن شاء الله زيارة مقبولة إن شاء الله. شو أحلى من هيك؟ إن شاء الله هيك نضل مبسوطين مع بعض بهالبلاد الحلوة. أهم شيء إن شاء الله، إن شاء الله. الله يسعدك، كل عام وأنت بخير مع كل عيلتك. إن شاء الله منظن بس على حسن ظنكم، ونضلكوا عنا إن شاء الله بالبلاد. إن شاء الله إن شاء الله. وضلكوا تعملوا احلى برامج. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. هديتي مقدمه من الهديه اللي يعطيني اياها لكم. خلص الهديه وصلت، شكرا لك، انت احلى هديه. وهيك مشاهدينا بنختم حلقه جديده على قناه هلا، برنامجنا رمضاني الميداني. من وين؟ من عرابي. على امل استمتعتوا بامثالنا الشعبيه، مقابلاتنا مع الناس الحلوه، الناس الاطياب، والى اللقاء في حلقه قادمه.